معركة أحد، تعلمون أيها الأخوة والأخوات، في بداية المعركة انتصر المسلمون على المشركين. ثم بعد ذلك كانت هناك أوامر، التفتوا إلى أهمية طاعة القائد المصلح الحق. القائد المصلح صاحب الحق في المنهج والتفكير والعمل والتقوى والورع، ما أهمية الطاعة لمثل هذا القائد، وما هي نتائج المخالفة لتوجيهاته وأوامره ومنهجه. ثم البعض من المسلمين خالفوا أوامر الرسول صلى الله عليه وآله، قال لهم اثبتوا في هذا المكان، لا تتحركوا، لا تتركوا هذا المكان. ثم بعد ذلك، بعد الانتصار، كان هناك جمع للغنائم، هؤلاء تركوا مواقعهم، مما أدى إلى أن تلحق الهزيمة بصفوف المسلمين، وسقط حوالي 70 شهيدا وبعضهم من خيرة الصحابة. هؤلاء شعروا بالخطأ العظيم الذي وقعوا فيه وندموا عليه. انتهت المعركة، هنا موضع الشاهد، هؤلاء بعد أن شعروا بالخطأ والندم وحصلت منهم التوبة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ نقطة النجاح في القيادة العسكرية وغيرها، مقتضى السياقات العسكرية، حيث أن مخالفة هذه الأوامر أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، أن هؤلاء يعاقبون بسبب ما ارتكبوه من مخالفة. جاءت الآية القرآنية، ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وآله؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. كأن الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا خطاب ودرس تربوي للقادة الآخرين، هؤلاء جاهدوا، قاتلوا، ضحوا، تفانوا في خدمة الإسلام، لهم هذه السنين السابقة، كانت لهم هذا الجهاد وهذه التضحيات، الآن أخطأوا وندموا على خطائهم. خذ بنظر الاعتبار جهادهم وتضحياتهم وقتالهم، هذا واحد. هؤلاء جاءوا الآن معنوياتهم منكسرة، شعروا بالندم والآن جاءوا بالتوبة، وأنت أيها القائد تحتاج إلى هؤلاء في معاركك المستقبلية وتبليغ الرسالة، تحتاج إليهم في المستقبل. هؤلاء لا تكسر نفوسهم، لا تميت معنوياتهم. نعم أخطأوا، ولكن كان لهم عطاء وقتال وجهاد. جاء هنا الخلق الإلهي لكي يتجسد عند النبي صلى الله عليه وآله، يقول له هذه الرحمة الإلهية التي في قلبك، مقتضاها الآن ومقتضى ما قدموه أن ترفع معنوياتهم، أن تحافظ عليهم، هؤلاء تعدهم ذخرا للمستقبل ولتحديات المستقبل، أعف عنهم واستغفر لهم الله على ما صدر منهم من خطأ.